بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. النهارده في الليكتشر دي بامر الله هنتكلم عن باقي الداتا ستراكشرز اللي احنا المفروض نتكلم عنها. كنا اتكلمنا عن الكيو والستاك واللينكد ليست بانواعها. المره دي بامر الله احنا المفروض نتكلم عن الباينري تري والباينري سيرش تري الاثنين يعني. فاحنا محتاجين نعرف شويه انترودكشن كده في الاول وشويه تعريفات عن موضوع الباينري وموضوع ان احنا نستخدمه في ايه والكلام ده. بعد كده ندخل نعمل implementation لحاجة معينة اللي هي binary search tree. كل ده بيقع تحت ايه؟ تحت المظلة بتاعت structure اللي اسمه tree. موضوع binary tree ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن structure بس hierarchical. هي hierarchical يعني هرمي، هيكل هرمي كده زي ما كنا شفنا كده، حاجة فوق حاجة فوق حاجة فوق حاجة، مش حاجة لينير زي اللينكد ليست وزي الاري وهكذا. واحنا كنا شفنا في الدبل لينكد ليست كنا لما كان عندنا نود، النود دي فيها ليفت بريفيس ونيكست، فهنا كمان عندنا برضو الموضوع هيتكون بمجموعة من النودز تمام، بس المرة دي النود دي هي هيبقى ليها حاجة اسمها left child و right child شبه ال previous way وال next. عندنا بقى ال components بتاعت النود الواحدة اللي هنشوفها بعد شوية. عندنا أول حاجة pointer لل left sub tree، يعني هي هتبقى tree كبيرة تمام، تمسك كل نود فيها. لو بصيت على الشمال هتلاقي tree تاني، لو جيت بصيت على اليمين هتلاقي tree تاني وهكذا. و pointer لل right sub tree، وكمان element data element يعني جزء الداتا اللي هي المفروض تشيلها في النود دي. واول نود خالص في التري هي اسمها root، والempty tree بنقدر ان احنا نعملها representation بال null pointer زي ما احنا كنا استخدمنا null pointer قبل كده. فخلينا كده نشوف الصوره دي نطبق عليها الكلام ده. زي ما انت شايف ده شكل التري بالنسبه لنا. طبعا التري بتاع في الواقع او في الحقيقه بيبقى الروت بيبقى تحت والليفز بتبقى فوق، هنا العكس، الروت هو اللي فوق والليفز هو اللي تحت. لو بصيت هنا هتلاقي دي بالنسبة لك النود متقسمة رايت وليفت وديتا. الرايت دي فيها بوينتر للرايت سب تري، والليفت دي بوينتر للليفت سب تري، والجزء الديتا ده محطوط في الديتا بتاعة النود. النود الأولانية دي اسمها ايه؟ النود الأولانية دي اسمها root، root node، بتشاور على لو بصيت كده في الجزء الليفت هتلاقي عبارة عن الجزء ده كله عبارة عن sub tree تانية. لو انت جيت بصيت على الجزء الرايت هتلاقي ان ده كله كده عبارة عن sub tree تانية هي كمان. تيجي تبص على جزء C هتلاقي نفس الكلام، هنا بتلاقي sub tree وهنا sub tree. طب خلينا بقى نشوف شوية تعريفات كده مهمة. أول تعريف عندنا الروت اللي هو التوب موست نود اللي هو أول نود عندنا في التري خالص، هي دي اسمها الروت. حاجة تانية البيرنت هو كل نود من غير الروت بيكونكتد بإتش لنود تانية. يعني إيه؟ يعني لو إحنا بصينا على بعيدا عن الروت نود دي، لو جينا بصينا على النود دي، دي هتبقى بيرنت نود. ليه؟ لأن دلوقتي في connected edge ما بين ال B D وال D، وبالتالي هلاقي ان ال B D عبارة عن parent ال D يعني up لإيه؟ لل D، فيها حصل ما بينهم connection اهو edge. نفس الكلام بالنسبة لل F، ال C عبارة عن ال parent بتاعها. ده كله بخلاف الروت. الروت ده حاجة لوحدها كده اسمها root. طيب ال child ده عبارة عن النود اللي هو بيتكونكت directly بالنود التاني. زي برضو نفس الكلام، هنا ال D ده عبارة عن ال child ال B، ال B ده عبارة عن ال child ال A، ال E دي عبارة عن ال child ال C، ال F دي child ال C، ال C دي child ال A. يبقى احنا عندنا parent وعندنا child وعندنا root. الحاجة التانية ال leaf أو external node، دي عبارة عن النود اللي ملهاش children. زي ما احنا بصينا هنا ال D ملهاش children، ال E ملهاش children، ال F ملهاش children، وبالتالي دول اسمهم external أو leaf node اللي هو الأوراق. يعني تقدر تقول الأوراق ورق الشجر في الحياة الطبيعية. الانترنال نود ده النود الداخلية اللي أقل حاجة خالص ليها 1 تشيلدرن، يعني زي ما احنا بصينا هنا
ده عبارة عن internal node لأن ليه one child، ده عبارة عن internal node لأن ليه one child، يعني أقل حاجة one child، يعني هو هنا ليه two child، ده عبارة عن internal node لأن برضه ليه two child. خلي بالك أنا ما أقدرش إن أنا أعتبر إن الـ D ده children الـ A، لكن الـ A ده هو الجد الأكبر للـ D، يعني الـ A ده ancestor للـ D، إنما الـ D ده descendant أو تقريبا مش ancestor للـ A، يعني حفيد الـ A، إنما مش أب مباشر، الأب المباشر للـ D هو الـ B. الـ depth بتاع النود هو عبارة عن الـ number of edges من الـ root لغاية الـ node، يعني العمق بتاع النود عبارة عن إيه؟ عبارة عن كل الـ edges دي من أول، ببدأ من أول الـ root لغاية الـ node اللي أنا حابب إن أنا أحسب عندها الـ depth بتاعها. لو حابب إن أنا أحسب مثلا الـ depth بتاع الـ D دي، فهلاقي إن أنا عندي الـ depth بتاعها عبارة عن 2، أدي كام edge من الـ root لغاية الـ D؟ عبارة عن 2 edges. آخر حاجة الـ height بتاع الـ node، الـ height بتاع الـ node ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن number of edges من النود دي اقل للديبست ليف. يعني ايه؟ انا مثلا عاوز اجيب الهايت بتاع النود رقم بي، تمام؟ فده عباره عن ايه؟ ده عباره عن النمبر اوف ايدجز من البي دي لغايه خالص، لغايه اقل ليفل خالص في الليف دي، يعني تخيل الشجره دي مثلا مستمره لغايه هنا تحت هنا، فانت اقل ليفل خالص ايه؟ اقل ليفل خالص، خلي بالك انت كل حاجه ليفل، يعني ده كده ليفل وده كده ليفل وده كده ليفل، تلاقي البتاعات النودز كلها جنب بعض كده في الليفل الواحد. فعبارة عن ايه الهايت؟ عبارة عن الهايت من النود دي لغاية اقل ليفل خالص. طيب لو جينا طبقنا المفهوم ده على الروت نود، هنلاقي ان الروت نود بالنسبة لك لو جيت حسبت الهايت اللي هو من الروت نود لغاية اقل ليفل خالص عندك، هتلاقي ان ده اسمه الهايت بتاع التري، اللي هو الارتفاع بتاع ايه؟ بتاع التري. خلينا نبص على المثال ده ونشوف نطبق اللي احنا خدنا عليه. اول حاجه الروت نود هي عباره عن ايه؟ تاني حاجه فيها 10 نودز، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7 ادي 8 ادي 9 ادي 10، يبقى 10 نودز. كام انترنال نود؟ احنا قلنا الانترنال نود اللي ليه ايه؟ اللي ليه تشيلدرن عندنا 5 انترنال نود، ايه هما؟ ادي الاي وادي البي وادي السي وادي الاي وادي الجي، دول كلهم ليهم تشيلدرن. طيب عندنا اكسترنال نودز اللي هي ملهاش تشيلدرن، عندنا الدي عندنا الاف ادي كده 2 عندنا ال H 3 كده ال I 4 وال G 5. طيب ال height بتاع ال 3 دي عبارة عن ايه؟ ال height ده عبارة عن عدد ال edges ما بين ال root node لغاية اخر ليفل خالص او ال deepest level في ال leaf nodes. نبص على ال leaf nodes هنلاقي ان انا عدد ال edges عندي ادي 3، ادي كده ليفل 0 ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، عندي كام edge؟ 1 2 3، يبقى انا عندي ال height ب 3 ب 3. عندي لو جيت بصيت على مثال الـ parent و child هنلاقي ان انا عندي الـ B، الـ B ده parent للـ D و parent للـ E، والـ D هي عبارة عن الـ D عبارة عن child للـ B والـ E عبارة عن child للـ E. طب ايه علاقة الـ D والـ E؟ اسمهم sibling، اللي هم يعني ايه زي ما بنقول كده اخوات. ايه بقى الـ advantage بتاعت الـ tree؟ كل حاجة انت بتشوفها تقدر انك تعملها بصورة hierarchical، صورة هرمية، تقدر انك تستخدم فيها التري. عندك في افشنسي في الانسيرشن والسيرشنج، بالذات في لما نشوف الباينري سيرش تري، ان انت المكان اللي هتنسيرت فيه لو انت عملت، يعني لو انت عملت ترافيرزنج، يعني لو انت عديت على اليمنت اليمنت بطريقه معينه في الباينري سيرش تري، هتلاقي نفسك ان النتيجه في النهايه عباره عن الارقام بتاعتك مترتبه. وعندنا بقى حاجات كتير جدا، تطبيقات كتير جدا للتري ده، تطبيقات متقدمه. يعني لو انت جيت بصيت مثلا للهيراركي بتاعت الويندوز بالنسبة لك او البارتيشن، عندك البداية سي وجواها فولدرات وهكذا، ده كله بيتمثل عن طريق تري. في الكومبايلرز اللي هو المترجم بتاع لغة البرمجة داخليا بيمثل الحاجات اللي انت بتكتبها دي كلها عن طريق تري، وبعد كده بيبدأ يعمل في التري دي بعض العمليات عشان يوصل للنتيجة بتاعته اللي هو انه ينفذ لك البرنامج. خلينا بقى نشوف الانواع بتاعت الباينري تري. اول نوع بالنسبه لنا حاجه اسمها روت باينري تري، قال لك ان الروت باينري تري ده في عندي روت نود، وكل نود من النود الموجوده فيها ليها اكتر من على الاقل او بالكتير قوي تو تشيلدر، كل نود من النودز اللي عندي بكتير قوي ليها تو تشيلدر. ثاني حاجه الفول باينري تري، عندك دي عباره عن باينري تري
خلي بالك انا بقول لي باينري تري كده، لان الباينري تري عندي عدد للتشيلدرن بتاعت كل نود من 0 ل 2، وبالتالي ممكن تكون النود عندي يا ليها تشيلدرن يا ملهاش، يعني ليها تشيلدرن واحد او ليها 2 او ليها 0. في عندك تريز تانية لا، ممكن النود الواحدة لها 3 تشيلدرن 4 تشيلدرن وهكذا، لكن احنا دلوقتي مركزين على الباينري تري اللي هي تعتبر اسهل حاجة بالنسبة لنا. فالفول باينري تري ده عبارة عن ان كل نود من دول ليه يا صفر يا واحد او يا صفر يا 2 تشيلدرن. لو جيت بصيت على التري اللي قدامك دي هتلاقي ان كل نود من دول ليه يا 2 تشيلدرن، يعني زي النود دي ليها 2 تشيلدرن، النود دي ليها 2 تشيلدرن، النود دي ليها 0 تشيلدرن، النود دي ليها 0 تشيلدرن، النود الروت دي ليها 2 تشيلدرن، وبالتالي ده اسمه فول باينري تري. طبعا دي عبارة عن بعض المعادلات اللي هي بتحسب عدد النودز اللي هي اقل نودز تكون موجوده في الباينري تري باستخدام الهايت، وكمان اكتر يعني اكتر عدد اكتر عدد من النودز اللي هي موجوده لو انت معاك هايت معين. طب البيرفكت باينري تري ده بقى عباره عن ايه؟ قال لك البيرفكت باينري تري كل الانتيريور نودز اللي يعني الانتيريور نودز زي ما احنا اتكلمنا من شويه الكلام بس ما كانش واضح. فالبيرفكت باينري تري دي كل الانتيريور نودز اللي هي النودز الداخليه اللي احنا قلنا اللي هي ليها تشيلدرن، عندنا كل الانتيريور نودز ليها 2 تشيلدرن ما عدا الايه والليفز كلهم يكونوا في نفس الدبس او في نفس الليفل. لو بصينا على الكلام ده نلاقي ان انا عندي كل انتيريور نود ادي الانتيريور نود دي ليها 2 تشيلدرن، ادي تشيلدرن وادي تشيلدرن، النود دي ليها children و children، النود الكبيرة دي ليها children و children، وكل الليفز يعني كل الفروع خالص أو كل آخر ليفل في موجود عندي في التري كلهم موجودين على نفس الليفل. خلي بالك هنا مش موجودين على نفس الليفل، يعني في ليفل هنا كلهم موجودين على نفس الليفل. طيب الـ complete binary tree بقى خلينا نشوف الصورة بتاعتها. complete binary tree كل الليفلز عندي ما عدا اخر ليفل ممكن يكونوا مليانين، يعني ممكن يكون مليانين يعني ايه؟ يعني كل نود ليها 2 نودز ما عدا اخر ليفل ممكن ده ما يحصلش فيه. البالانسد باينري تري دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن تري بس ليها ناقصة سام كونسترين لازم تكون متطبقة. الكونسترين الاساسي ليها هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الليفت تري والهايت تري لازم يكون الهايت بتاعتهم الفرق ما بينهم بالكثير واحد. يعني تعالى مثلا امسك اي نود، امسك اي نود تمام وشوف الليفت تري الليفت سب تري والرايت سب تري. امسك مثلا النود دي شوف الليفت سب تري اللي هي دي كده والرايت سب تري وشوف الهايت بتاع ده والهايت بتاع ده، لو لقيت الفرق بينهم اكتر من واحد يبقى دي ما تنفعش بالانس باينري تري. تعالى نمسك التري دي، التري دي الهايت بتاعها كام؟ الهايت بتاعها عبارة عن ايه؟ عبارة عن عندك من النود دي لغاية الليف، يعني عندك ايه؟ عندك 2 الهايت بتاعها 2. طيب هنا الهايت بتاعها 1، طب الفرق ما بينهم 1 يبقى فعلا دي بالانس. خلينا نشوف دي، نبص على التري دي نفس الكلام، التري دي 2 تمام بس التري دي الهايت بتاعها بصفر. فبقى انا هنا بقطع من هنا ماليش دعوة بالنود خالص، اعتبر اقطع وشوف التري دي لوحدها، يعني اعتبر ان دي البيرنت بتاع او الروت بتاع التري الجديدة وشوف احسب الهايت بتاعها. علينا هتلاقي صفر تمام، هي ليف اصلا تلاقي صفر، وبالتالي الفرق ما بينهم اكتر من واحد اللي هي 2، وبالتالي دي ما تدفعش ان هي تكون بالانسد باينري تري. دي كلها مفاهيم عشان لو انت قريت يعني تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الديجنريت تري دي تري زي ما انت شايف البيرنت نود ليها 1 تشايلد بس، كل بيرنت ليه 1 تشايلد، كل بيرنت ليه 1 تشايلد، وده اشبه بايه؟ باللينكد ليست، يعني الوظائف بتاعتها اشبه باللينكد ليست. خلينا بقى نشوف نوع خاص كده من الباينري تريز اللي احنا كنا بنتكلم عنها ده كله، حاجه اسمها باينري سيرش تري. ايه الباينري سيرش تري؟ بكل بساطه ده كل الحكايه ان هو بيتطبق عليها نفس الكلام اللي احنا قلناه، بس الفكره هنا في، خلينا نشوف الصوره دي فكره واضحه. الفكره ان كل نود او كل بيرنت كل سب تري اللي على شمالها هي اصغر منها واللي على يمينها هي اكبر منها. يعني ايه؟ لو احنا بصينا على النود اللي اسمها 20 دي هتبص على كل اللي على شمالها هتلاقيه أصغر منها، العشرة أصغر من 20 والخمسة أصغر من 20، هتبص على كل اللي على يمينها
هتلاقي كل اللي على يمينها أكبر من 30 أكبر من 20 و25 أكبر من 20 و35 أكبر من 20. طيب ننزل ليفل تاني نشوف العشرة، هنلاقي كل اللي على شمالها أصغر منها. هو هنا إيه اللي على شمالها؟ مفيش غير الخمسة بس اللي على شمالها وعلى يمينها فاضي، وبالتالي الخمسة أصغر من 10. نبص على 30 هنلاقي ال25 أصغر منها اللي على شمالها، واللي على يمينها أكبر منها. خلي بالك اللي على يمينها ممكن يكون أكبر منها أو بيساويها، مش شرط إن هو أكبر منها بس. يعني أنا كمان ممكن أحط هنا 20 مثلا، لأن هتبقى أكبر من هتبقى بتساوي 20 يعني. دي الخلاصة بتاعت الباينري سيرش تري. طبعا ده هنستفاد منه في إيه؟ هنستفاد منه في حاجات كتير جدا، حاجات أدفانسد، منها اللي هو يعني إحنا لو عملنا ترتيب معين حاجة اسمها إن أوردر، لما نشوف هنلاقي في النهاية إن أنا لو أنا حطيت الداتا على هيئة الستراكشر ده، هلاقي إن أنا بيطلع لي النتيجة في الترتيب ده، ترتيب أسندنج أو اللي هو للترتيب السورتنج يعني، الباينري زي الباينري زي الباينري سورت كده، الباينري سيرش. احنا هنا بنسرش زي يعني لو انا رتبتهم هلاقي ان انا بعمل حاجه كده شبه الباينري سيرش. طب النود بتاعتنا تبقى عامله ازاي؟ النود بتاعتنا شبه الدبل ويكد ليست، هسميها تري نود، هيبقى فيها حاجتين، فيها الداتا وفيها فيها ليفت وفيها رايت بوينترز، بوينترز ليفت وبوينتر بوينتر ليفت وبوينتر بوينتر رايت. تاني حاجة بالنسبة بقى للكلاس اللي هي بتاعت الباينري سيرش تري، هنعمل حاجتين. أول حاجة هيكون عندي برايفت داتا فيلدز اللي هي هتبقى فيها الروت، هتبقى فيها مجموعة من الريكيرسيف فانكشن، هحل الحاجات دي بطريقة الريكيرجن. عندي هنا بابليك انستراكتور، الكونستراكتور هيكون فيه الروت بتاعي، هخليه نل في الكونستراكتور ده. وعندي مجموعة من الفانكشن زي اللي فوق بالظبط، بس ايه بقى الفرق بين دي ودي؟ دلوقتي انا مش عاوز اخلي اليوزر يهتم بحته ايه التري نود والحاجات دي، انا بس عاوز لو عايز يعمل اكسل يبعت لي على طول القيمه اللي عايز اعملها اكسل، لو عاوز يعمل سيرش يبعت لي على طول القيمه على طول اللي عايز يعمل سيرش، لو عايز يعمل ان اوردر ونشوف الكلام ده يبعت يشتغل الفانكشن على طول، مش محتاج ان انا ادوش بالحاجات دي كلها. وبالتالي كل الحكايه الفانكشنز دي، الفانكشنز دي كل الحكايه ان هي هتستخدم الفانكشنز دي علشان ان هي توفر على اليوزر بدل ما هو يشغل باله بالحاجات دي كلها على طول، وكمان هتوفر لي ان انا عندي حته ايه حل عندي حته ان لو الروت بتاعك فاضي الكلام ده هتشوفه دلوقتي يعني. دي بيبقى اسمها ليها معنى اسمها ريكيرسيف هيلبر فانكشن يعني. احنا شفنا برضه الموضوع ده في الميرج سورت تقريبا، لما كنا احنا عاملين فانكشن اسمها ميرج بتقوم بعملية الميرج دي، وفانكشن تانية اسمها ميرج سورت، وكنا احنا بنستخدم الميرج سورت دي على طول، وكنا استخدمنا فكرة الهيلبر فانكشن دي أكتر من حالة قبل كده. المهم الممبرز دي برايفت والممبرز دي ايه هتكون بابليك. خلينا بقى نعمل ايه؟ خلينا نروح نكتب نعمل implementation للموضوع اللي احنا كتبناه ده في النود، موضوع النود ده، وبعد كده نرجع نكتب ازاي نقدر نعمل insertion في الباينري سيرش تري. خلينا كده نشغل البلوكس. اول حاجة بالنسبة لنا محتاجين نعملها وهو ان احنا نكتب الكلاس بتاع النود، نعمل كده كلاس نسميها تري نود. تمام، دي هتكون فيها كده public مثلا data و pointer من النوع تريمود، أو بيشاور على تريمود هسمي list شبه الدبل كده بالظبط. الدبل كان فيها كان فيها right، كان فيها previous و next، هنا فيها left و left و right. هتلاحظ ان دي structures كلها بتعمل حاجات شبه بعض. نعمل كلاس تانية اسمها bst اللي هي الباينري سيرش تري. نقول هنا في الباينري سيرش تري عندنا هنا شوية حاجات برايفت اللي احنا اتكلمنا عنهم. أول حاجة الروت بتاعي هيكون من النوع تري نود. تاني حاجة عندي الفانكشن اللي أنا عامل لها انسيرت دلوقتي، هو أكتر من فانكشن، خليني دلوقتي أكتب الفانكشن بس اللي أنا هستخدمها إن أنا أعمل انسيرت. هعمل مثلا انسيرت انسيرت ان 3، دي بتاخد تو بارامترز، البارامتر الاولاني بوينتر من النوع تري نود هسميه مثلا ان،
أحسن من نود. والبرامتر التاني عبارة عن الداتا بتاعتك اللي هتسميها مثلا دي. المفروض هنا نعمل implementation، بس قبل ما نعمل implementation خلينا نروح نعمل public method. public method بتاعتها في البداية نعمل الأول الكونستراكتور. في الكونستراكتور ده هنخلي الروت عندي بنال في البداية خالص، الروت عندي هيكون بنال تمام. وخليني كده اعمل ايه بقى، اعمل الفانكشن اللي هي المفروض بتعمل عملية الاسيرت دي اصلا، اسمها اسيرت، وبتاخد برضو الداتا على اساس ان هي ان هي تشتغل على طول على الداتا، مش محتاج ان انا اعمل ايه، مش محتاج ان انا ان انا يعني استخدم الريكيرس فانكشن، مش هخلي اليوزر يستخدم الفانكشن. نعمل بقى عملية الاستيشن ازاي، مجموعة خطوات هنمشي عليها، هتلاقي الدنيا سهلة خالص مفيهاش أي حاجة. أول حاجة بكمبير الداتا اللي جايالي بالروت نود تمام. كمبير الداتا اللي هو الإليمنت اللي أنا عاوز أعمل له انسيرشن، أعمل له كمبير بالروت نود، بالداتا بتاعت الروت نود يعني، وأشوف لو كانت الداتا بتاعت الروت نود أكبر من الداتا بتاعتي يبقى أنا هشتغل على الليفت سب تري. طيب لما اروح اشتغل على الليفت سب تري هعمل نفس العمليه بالظبط في حاله ايه، في حاله ان في ليفت سب تري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي خليني كده اشوف الصوره دي، خلينا اشوف الصوره دي. انا دلوقتي ال20 دي او التري بالنسبه لي، التري بالنسبه لي دي لو انت ملاحظ المنطقتين دول مش فاضيين، يعني الفاضي معمول عليه اكس، المنطقتين دول مش فاضيين، يعني معنى كده المنطقه دي بتشاور على رايت سب تري والمنطقه دي بتشاور على ليفت سب تري. فانا دلوقتي مثلا عاوز اعمل انسيرشن لرقم 15 جوه التري، فاحنا متفقين ان الباينري سيرش تري لازم عندك لو انا وقفت كده ومسكت نود معينه، لو بصيت على كل اللي على شمالها هلاقي اصغر من القيمه بتاعتها اصغر من النود دي، ولو بصيت على كل اللي على يمينها هلاقي ان القيمه بتاعتها اصغر من النود دي. فانا جاجي كده المفروض في البدايه خالص ببدا من الروت، ببدا من الصفر من الروت، بعد كده همسك ال 15 او الداتا اللي جايه دي اقارنها بالروت عشان اعرف اشوف همشي يمين ولا همشي شمال، همشي يمين كده ولا همشي شمال كده. فاجي اقارن ال 15 بال 20 لان ال 15 اقل من 20، يبقى معنى كده مبدئيا ان انا همشي ناحيه الشمال. طيب خليني بقى اشوف اذا كنت انا هضيف النود دي فين، عشان اعرف النود دي هضيفها فين هبص الاول على الليفت بتاع ايه، الليفت بتاع ال 20 دي، الاقي ان الليفت بتاع ال 20 ده بيعمل ايه، بيشاور على حاجه، يبقى معنى كده الليفت ده مش فاضي، ما ينفعش ان انا هضيف هنا، محتاج ان انا اضيف في الجزء الفاضي. طيب فساعتها هعمل ايه؟ ساعتها هنادي الفانكشن بطريقه ريكيرسيفلي، بس هخليها تعمل ايه؟ هخليها ان هي تروح تشتغل على الليفت سب تري كلها اللي هو الجزء ده كله، باعتبار ان ال10 بقت هي كانها الروت الجديده. فهروح برضو اقارن ال15 بال10، هلاقي ان ال15 اكبر من ال10، طالما ال15 اكبر من ال10 يبقى هي المفروض تكون على يمينها مش على شمالها. طيب هاجي اروح ابص على اليمين، هل المكان اليمين فاضي ولا محجوز؟ هلاقي ان المكان اليمين فاضي، يبقى انا هقوم حاطط النود بتاعتي في الجزء ده. طيب لو انا حبيت ان انا مثلا احط وليكن 45 هعمل ايه؟ 45 نفس الكلام بالظبط، هروح اقارن ال 45 بال 20. طيب ال 45 اكبر ولا اصغر؟ الاقي ان هي اكبر من 20، يبقى معنى كده ان انا هشتغل على الجزء اليمين. هروح ابص على الجزء اليمين، هل الجزء اليمين فاضي ولا محجوز؟ الاقي ان هو محجوز فيه سب 3 اصلا، فبالتالي هعمل ايه؟ اروح للسب تري اللي هي موجوده على الجزء اليمين ده، واروح اعتبر ان البيرنت بتاعي ده اللي هو النود دي هي عباره عن النود الجديده، وابدا ان انا اشتغل من عليها من جديد. هقارن ال 45 بال 30، الاقي 45 اكبر من ال 30، نفس الكلام المفروض اروح على يمينها، اروح على اليمين الاقي المكان مش فاضي، وبالتالي ان انا المفروض اروح اشتغل على النود دي. همسك النود دي بقى واقارن برضه، هل ال 45 اكبر من 30؟ اه ال 45 اكبر من 35 قصدي، وبالتالي المفروض ان انا احطها ناحيه اليمين. اجي ابص ناحيه اليمين هلاقي ناحيه اليمين مش محجوزه فاضيه، وبالتالي الحته دي ممكن اعمل انشئ منها نود، وبالتالي هنشا في الحته دي نود واحط هنا كده 45 وهكذا. هو ده موضوع الايه، موضوع الانسيرشن في الباينري سيرش. خليني بقى كده اروح اعمل ايه، خليني بقى اروح اعمل امبلمنتيشن لل اعمل امبلمنتيشن للفانكشن دي. فاحنا قلنا اول حاجه المفروض بنقارن لو كانت الداتا اللي جايه لي دي اقل من الداتا اللي موجوده على النود،
لو انا حصل الموضوع ده فالمفروض ان انا امشي ناحية الشمال، بس خليني دلوقتي اشوف الموضوع ده ايه. بعد كده اس اف لو كانت الديتا بتاعتك اكبر من او بتساوي الديتا اللي موجودة على النود اللي انا واقف عليها، يبقى انا المفروض امشي ناحية النود. طيب يبقى انا كده حطيت الاوت لاينز بتاع الالجوريزم بتاعتي. خليني ابص بقى لو انا مشيت شمال اعمل ايه. لو انا مشيت شمال اول حاجة هعمل تشيك لو كان النود اللي انا موجود عندها دي، النود اللي انا موجود عندها وليكن 20، هل الشمال بتاعها فاضي ولا مليان؟ لو لقيته فاضي فانا هنشئ نود في الحتة دي، لو لقيته مليان فانا المفروض ان انا بقى اعمل ايه، اروح انادي الفانكشن تمام بطريقة ريكيرسيف على اساس انه يعمل ايه، يروح على السب تري الجزء الثاني، السب تري الثانية يروح يشتغل على نفس الفانكشن. فانا هقول هنا اف لو كان ايه، لو كان النود اللي انا واقف عليها دي الليفت بتاعها ايكوال تو نال بوينتر، يعني معنى كده ان هي ايه، معنى كده ان هي فيها نود. فهروح اعمل ايه، هروح اعمل انسيرت في التري تاني، هروح اعمل نفس الفانكشن بس المره دي هعمل ايه، المره دي ان انا دلوقتي هروح ابعت لها الليفت بتاع النود ده. يعني ايه الكلام ده؟ بعت لها الليفت بتاع النود وبعت لها الديتا بره. خلينا نرجع تاني للرسم. انا اروح دلوقتي واقف عند ال 20، دخلت في الاف ان هي 15 اقل من 20، فانا شايف ان انا هشتغل ناحيه الشمال. طيب انا قلت ان انا دلوقتي ايه، ان انا قلت لو النود عندي، بص كده، ان انا قلت لو النود في ليفت عندي ما بتساويش نل، يعني النود دلوقتي اللي انا شغال عليها ايه هي 20، هبص على الليفت بتاعها الاقيه ما بيساويش نل بوينتر، يعني ما بيساويش نل، الاقي الليفت بتاعها فيه 3. يبقى معنى كده ان انا محتاج اعمل ايه، معنى كده ان انا ما ينفعش احط النود هنا، محتاج ان انا اشوف الليفل اللي اقل منها اللي هو السب تري الجزء ده. طيب علشان انادي او عشان اشتغل على السب تري الجزء ده محتاج ان انا اعمل ايه، محتاج ان انا انادي الفانكشن اللي انا استعملتها في الاول تاني بطريقه ريكيرسيف، وبالتالي عشان اروح الكلام ده انا هستدعي نفس الفانكشن. لكن انا دلوقتي في الحاله دي المفروض ابعت لها تو بارامترز، بارامتر منهم هو عباره عن الداتا اصلا اللي انت حابب انك تحطها. طيب البارامتر الاولاني بقى اللي هو كان في الحاله بتاعتنا خالص كان الروت، طيب في الحاله الثانيه بقى اللي هو ايه، اللي هو مفيش مكان هنا فمحتاج يروح هنا، هو عباره عن النود بتاعت ايه، النود اللي موجوده في الليفت هنا اللي هي العشرة. طب النود دي هجيبها منين؟ النود دي طبعا يعني هجيبها عن طريق ان انا اجيب الليفت بتاع النود اللي انا واقف عليها. احنا عارفين ان انا لو قلت هنا، لو سميت دي الحته دي وقلت النود في ليفت، يعني شفت الليفت بتاع النود دي هلاقي عباره عن النود دي، وبالتالي هبعت فانكشن او في الفانكشن هبعت لها بارامتر للليفت بتاع النود دي تمام. ونفس الكلام بقى بالظبط، هلاقي مثلا الليفت هنا مش لو لقيت ان الليفت مثلا مش موجود او كده هعمل نفس العمليه بالظبط. طيب قلت بقى لا، لو كان بقى ايه، لو كان انا عندي دلوقتي في مكان فاضي واقدر ان انا اعمل نود واقدر ان انا اعمل كل حاجه، فالمفروض ان انا اعمل ايه، المفروض اول حاجه ان انا اعملها ان انا انشئ نود جديده في المكان ده. فانا هقول كده النود اللي انا واقف عندها في الجزء الشمال بتاعها هعمل نود جديده اسمها نود في نود تمام. طيب انشئ نود جديده في المكان ده. طيب المفروض اخلي بقى ايه، المفروض اخلي الداتا بتاعه المكان ده اسميها كده نود. دلوقتي انا في النود الجديده دي بعبر عنها بنود اوف ليفت، لان انا دلوقتي مش معايا بس غير النود اللي انا شغال بيها، فانا دلوقتي الاكتيفيتي كلها في الجزء ده كله كده هو عباره عن النود الجديده. عايز بقى الداتا بتاعه النود الجديده دي تكون ايه، تكون الداتا اللي هي جايه لي عن طريق الفانكشن. طيب دي بقى نود جديده معموله، النود الجديده دي المفروض ان انا اخلي الشمال بتاعها واليمين والشمال بتاعهم هما الاثنين بنل، لان انا دلوقتي ايه، لان انا دلوقتي ما اعرفش بقى يعني الداتا الجايه اللي بعدها تكون ايه، انا مش هوصلها باي حاجه، فانا هخليهم الاثنين بنل. فانا هقول كده نود اوف ليفت الليفت كمان بقى الليفت بتاع النود الجديده دي خليه بنل، و الرايت بتاعها خليه هو كمان بنود. طيب يبقى انا دلوقتي كاني بقول ايه، كاني بقول كاني اعتبر ان ده كله كده اسم مركب تمام لايه،
للنود الجديدة. فأنا بقول كده النود الجديدة انشئ لي بقى نود في الجزء ده نيو نود، وحط لي الداتا بتاعت النود الجديدة دي بدي تمام، وخلي لي الشمال بتاعها بنال واليمين بتاعها. يبقى أنا كده عملت انسيرت في حالة إيه؟ عملت انسيرت في حالة إن أنا هانسيرت ناحية الشمال، يعني الداتا اللي جاية لي أقل من إيه؟ أقل من الداتا بتاعت النود. طيب ناخد الكلام ده كده كوبي بالظبط عشان تعرف إن مش هيحصل أي تغيير، لكن هغير الموضوع ناحية اليمين في الإف إف. خليني كده أغير الموضوع ناحية اليمين. كل الحكاية إن أنا هعمل إيه؟ كل الحكاية إن أنا هغير الليفت دي خليها بايت تمام، وبعد كده هغير الكلام ده خليه بايت. لو عملت تريس للموضوع هتلاقيه بالظبط. بعد كده أقول النود الرايت هنا يعمل لي نود جديدة، وأقول هنا برضه رايت تمام، وأقول هنا هنا رايت، وأقول هنا رايت. نفس الكلام بالظبط مفيش أي مشكلة، وده يعتبر الانسيرشن بتاع ايه؟ بتاع ان انت تعمل انسيرشن في الايه؟ في الباينري تري. ما ننساش ان احنا حابين ان احنا نشغل الفانكشن اللي هي اسمها انسيرت دي. الفانكشن اللي اسمها انسيرت دي هتشتغل ازاي؟ اول حاجه لو كانت الروت بتاعك، الروت بتاعك بنال او ما بيساويش نال، ما بيساويش نال، يبقى انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ يبقى انا محتاج ان انا استدعي فانكشن اللي اسمها insert الى التري دي، استدعيها على الروت نود واستدعيها بالديتا اللي جايه لي تاني. فحاله ان انا الديتا اللي جايه لي دي تمام هتدخل على التري اوريدي امبلمنتد او اوريدي موجوده. طالما اوريدي موجوده يبقى الروت بتاعها مش بنال. طالما الروت بتاعها مش بنال يبقى انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا انادي الفانكشن دي، لكن تبتدي بقى ايه؟ تبتدي من الروت بالديتا اللي هي جايه لي. طيب إلس بقى في حالة بقى إيه؟ في حالة إن أنا أول مرة أعمل insert أصلاً لديتا، يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إن الروت دي نال، يبقى أنا هانسيرت لأول مرة. فهانسيرت لأول مرة هعمل إيه؟ هقول كده إن الروت هعملها نيو تري نود. أعمل بقى على الروت، أنا خلي بالك هنا هنا ما عملتش النيو أي حاجة، هنا ما عملتش النيو، ما عملتش initialization. أنا هعمل assignment بقى وأعمل initialization للروت دي، أخليها object بقى نوع تري نود تمام. واقول ايه؟ واقول ان الداتا بتاعت النود دي عباره عن ال دي اللي هي جايه لي في الفانكشن، وانا محتاج ان انا اعمل لها انسيرت، واخلي الليفت والرايت بتاعها بنص. ده كده عمليه ايه؟ عمليه ال الانسيرش. طيب لو انا حبيت ان انا اعمل عمليه السيرشنج، تفتكر السيرشنج هيبقى ازاي؟ خلي بالك السيرشنج هيبقى نفس الفكره بالظبط، بس ايه المره دي؟ خلينا كده نشوف. اول حاجه برضو نفس الكلام، اقارن الداتا دي بايه؟ بالصوره. لو انا حابب ان انا اسرش عن ايه؟ عن خمسه، امسك الخمسه دي اقارنها بال 20، هي اكبر ولا اصغر ولا بيساوي؟ لو لقيتها ان هي اصغر من ال 20 أقوم ماشي ناحية الشمال، لو لقيتها أكبر أقوم ماشي ناحية اليمين، أروح لناحية الشمال، أروح لناحية الشمال أقارنها هي تمام بالعشرة، أقارن خمسة بالعشرة هلاقيها أصغر من العشرة، يبقى هي على شمال العشرة، أروح على شمال العشرة، أقارن خمسة بالخمسة ألاقيها هي هي، خلاص يبقى أنا كده لقيتها. زي بالظبط الإيه؟ زي بالظبط الباينري سيرش. هنا كده، مش هسأل كلها داخلة في بعض. دي كده الايه target function. زي بالظبط الايه الباينري ده بالظبط الباينري سيرش. فانا نفس الحكايه بالظبط، انا هنا هسرش على ديتا معينه تمام، وبرده نفس الكلام هنا هبعت لها نود معينه برده عشان اشتغل ريكيرجن. وهنا بقى اعمل ايه؟ هنا هعمل الفانكشن دي المفروض هي هتشتغل، بس انا المفروض ارجع بول اصلا عشان لو سرش ولقاها ترجع لي ترو. فانا اقول هنا بول، اقول هنا بول تمام، بول هسميها مشرف مثلا فيش تاخد مثلا
السيرش اللي خلاني اكتب الفانكشن البروبلم دي الاول هعمل ايه بالظبط؟ هقول ان لو كانت الروت عندي النل، يعني لو كان انا مفيش تري اصلا، لو كانت الروت بتساوي النل يبقى معنى كده ان انا ما لقيتش الحاجه اللي انا بدور عليها، يبقى ريتيرن فولس. غير كده ايه اللي هيحصل؟ غير كده المفروض يريتيرن، يروح بقى ايه؟ يروح ينادي الفانكشن اسمها سيرش تري. طب الفانكشن اسمها سيرش تري بترجع بول، فلو انا نديت كده قلت ريتيرن سيرش تري وبعت له الداتا بتاعته وبعت له الروت، يبقى هو دلوقتي هيروح يطبق الفانكشن دي ويرجع لي النتيجه في الريتيرن. طيب انا دلوقتي واقف على ايه؟ واقف ان انا اعمل الفانكشن اسمها سيرش تري. طيب اعمل الفانكشن اسمها سيرش تري ازاي؟ زي ما احنا اتفقنا من شويه، خليني كده مثلا اعمل بوليان مثلا اسميه انصر مثلا بتساوي فلوس الاول كده عشان استخدمه كفلاج. هدخل بقى اعمل ايه؟ اف لو كانت النود بنل، لو كانت النود عندي اللي جايه دي بنل، يبقى معنى كده ان انا ايه؟ هريتير فولس. يعني لو كانت النود دي اصلا بنل وبالتالي هو مبقاش حاجه، يعني اكيد النود بتاعتك فاضيه اصلا. طيب يعني دي مش موجودة، يعني انت ممكن تقعد تدور في الاخر مش هتلاقي دي موجودة. طب ايه اللي هيحصل؟ طيب لو كانت بقى الديتا عندك، لو كانت الديتا دي بتساوي الديتا اللي موجودة في النود اللي انت واقف عليها، خلي بالك انا لما بقول النود اللي انت واقف عليها انا قصدي اي نود، بعدين انت كده كده اصلا ايه ماشي ريكيرجن، وبالتالي هريترن ترو بقى اكيد طبعا لما كده لقيت الديتا. طيب لو كان يا سيدي الداتا بتاعتك اقل من النود اللي انت عاوز تشوف الداتا بتاعتها، فالحاله دي هتعمل ايه؟ في الحاله دي انت كده انصر بتساوي الانصر دي شايله النتيجه بتاعت سيرش تري، نادي السيرش تري تاني سيرش تري او سيرش تري على طول. بس المره دي هعمل ايه؟ المره دي هروح اشتغل في الجزء ناحيه الشمال زي ما احنا قلنا فوق. على فكره كل الامبلمنتيشن بتاع الباينري تري كله نفس بعضه بالظبط، انا كده هروح اشتغل ناحيه الشمال. طيب إلس بقى، إلس معناه ايه؟ إلس معناه ان الجي دي اكبر من او بتساوي. طب لو اكبر من او بتساوي فانا المفروض اروح اشتغل ناحيه اليمين، انا بالظبط سيرش تري اروح اشتغل ناحيه اليمين. وبعد كده في النهاية خالص أقوم عامل ريتير للأنسر بتاعتك. خلي بالك الحاجتين دول كده دي كده عبارة عن إيه، ممكن نعتبرها بيس كيس ودي كمان بيس كيس لعينيها يعني. دي أعتقد إن هي سهلة لأنها نفس الفكرة بتاعت الجزء ده. خلي بالك التيز كلها بعد كده هتلاقي الموضوع بيمشي نفس الكلام كده. وشفت أنت ريكيرجن مسهل الدنيا علينا إزاي؟ انت لو حبيت تكتب الكلام ده لو حبيت تكتبه اتريتد هتلاقي الموضوع صعب شوية. طيب احنا كده عملنا ايه؟ احنا دلوقتي كده عملنا ايه؟ احنا دلوقتي عملنا سيرش وعملنا انسيرت. محتاج ان انا اعمل ايه تاني؟ محتاج ان انا اعمل ايه تاني؟ محتاجين ان احنا نعمل تلات حاجات غراب جدا اول مره نعرفهم، حاجه اسمها الاوردر وبوست اوردر وبري اوردر. طيب اولا في حاجه اسمها ترافيرزنج تري. ترافيرزنج تري زي ما احنا قلنا قبل كده هو ان انت تمسك ايرمنت ايرمنت وتمر عليه. طيب عندنا تري ميثودولوجيز بنقدر ان احنا نعمل عليهم ترافيرزنج تري. اول حاجه عندنا حاجه اسمها البري اوردر. ايه موضوع البري اوردر ده؟ البري اوردر ده هو تكنيك. بص بقى التكنيك بيمشي ازاي. بيقول لك اول حاجه انك تبروسس الداتا اللي عندك. انت مثلا عاوز تطبع الداتا اللي عندك دي او عاوز تضرب التري كلها كل اليمنت بيس 2 او اي حاجه، يبقى انت تعمل العمليه اللي انت عاوز تعملها على الداتا اللي موجوده في النود الاول. طيب بعد ما تعمل كده تقوم رايح تشتغل على ايه؟ تشتغل على الجزء الشمال كله. يعني ايه برضه؟ خلينا نشوف لو احنا حبينا ان احنا مثلا نضرب الداتا اللي في كل النودز هنا في اتنين،
لو انا حابب ان انا اضربه في اتنين باستخدام البري اوردر اروح اعمل ايه؟ اروح اقول كده والله اعرض لي او يضرب لي 20 الاول في اتنين فهتبقى ب 40. بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده اروح لكل سب تريز اللي ناحية الشمال. طيب تروح ناحية الشمال هتلاقي العشرة تضربها هي كمان في اتنين، وتروح كل السب تريز اللي ناحية الشمال تروح للخمسة تضربها هي كمان في اتنين، تمام كده؟ بعد كده ترجع تعمل ايه؟ تروح تشتغل على كل ناحية اليمين، هتلاقي العشرة ملهاش يمين، ترجع للعشرين تاني تشتغل على ناحية اليمين، تروح للتلاتين علشان تيجي تشتغل على ناحية اليمين، تمام؟ تروح تلاقي إن أنت محتاج إنك تشتغل على ناحية الشمال الأول، تمام؟ بعد كده تروح تشتغل على ناحية اليمين. طيب هو ده موضوع البري اوردر. خلينا نكتب الكود. الكود بيتكتب بطريقة كيرسر سهلة جدا. خليني كده أقول هنا void مثلا بري اوردر، وبتاخد بوينتر من النوع نود، تمام؟ قول كده لو النود عندك مش بنال فالمرة دي بقى هعمل ايه؟ هطبع الداتا بقى لما يبقى في اتنين عشان الموضوع يوضح يعني. هقوم طبع الداتا اللي موجودة على النود دي كده، طبع الداتا كده تمام، طبع المسافة تمام. وبعد كده المفروض اعمل ايه؟ اروح اعمل البروسيس لكل الداتا اللي موجودة ناحية الشمال، فاعمل البروسيس لكل الداتا اللي على شمال النود. بعد ما اخلص البروسيس اللي على الداتا على شمال النود اروح اعمل البروسيس للداتا كل الداتا اللي على النود. طيب مين النود بتاعتك بقى كده؟ تمام. محتاج ان انا اعمل الفانكشن دي public function عشان الناس تستخدمها. لما اجي اعمل public function ممكن مثلا اقول ايه؟ ممكن اقول مثلا pre-order، تمام؟ pre-order ممكن اعملها مثلا بب كده بس انا بس اقرر الموضوع وعادي. لو جيت هنا وكل الحكايه ده هنعمله برضه، اقول لو كانت الروت عندك ما بتساويش نلش فايه اللي بيحصل؟ يروح ينادي الفانكشن اسمها في الاوردر ويناديها على الروت بتاعتك. طيب الجزء الثاني عندنا من الميثودولوجيز هو حاجه اسمها البوست اوردر. بس البوست اوردر بقى اللي بيحصل وتروح تشتغل على كل على التريز اللي ناحية الشمال، وبعد كده التريز اللي ناحية اليمين، بعد كده تبروسس الداتا بتاعت النود. فانت في البري اوردر كنت بتبدأ من هنا بعد كده تروح الناحية دي بعد كده تيجي الناحية دي، لا المرة دي تبدأ من هنا، تبدأ من هنا الناحية دي بعد كده تبدأ تروح الناحية دي بعد كده تبروسس الداتا بتاعت النود. خلينا نكتب كده الفانكشن دي نفس الكلام، هنكتب فانكشن بالتاني عملية طباعة. خلينا نكتب الكلام ده كله، شوف هعدي في ايه بالظبط. هسمي دي كده بوست اوردر، نفس الكلام تريم مود لو مود ما تسويش نار. بص بقى احنا قلنا هنعمل ايه؟ هنبروسس كل الداتا اللي ناحية الشمال، بعد كده الداتا اللي ناحية اليمين، بعد كده الروت او الميتا بتاعتك. فكل اللي انا هعمله كده الداتا اللي ناحية الشمال، بعد كده الداتا اللي ناحية اليمين، بعد كده الداتا اللي المفروض في الميتا بتاعتك. هنعمل برضه كونكشن كده نسميها مثلا هنا بوست اوردر كذا، وكل اللي انا هعمله ان انا هقول كده بوست اوردر ليفل. طيب حاجه بقى اسمها ان اوردر، حاجه اسمها ان اوردر. في الان اوردر ايه اللي يحصل؟ في الان اوردر هتروح تعمل ايه؟ هتروح تبروسس كل الداتا اللي ناحيه الشمال، بعد كده تبروسس كل بروسس الروت، بعد كده تبروسس الداتا من ناحيه اليمين. خلي بالك انت لو عملت ان اوردر للتري دي هتلاقي نفسك الارقام بتطلع لك انت بتعمل ايه بقى؟ لان انت هتشتغل كده كل اللي ناحيه الشمال، هتلاقي عندك تشتغل على 5 تعرض ال 5، بعد كده تعرض ال 10 كده تعرض ال 20 لنفسك، تعرض ال 30 تمام، او تعرض الاول ال 25 لان انت بتشتغل على كل اللي ناحيه الشمال، تعرض ال 25 كده تعرض ال 30 كده تعرض ال 35. خلي بالك ان لما بقول لك تروح تشتغل على كل ناحيه الشمال انا بقول لك ايه؟ ان هو انت لو وصلت للمرحله دي مش هتروح تطبع 30، لا لا هتروح تمر وتروح ناحيه الشمال، تمام؟ يعني هتمشي كده 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 كده
تمام. بعد كده ترجع هنا كده مش كده بالظبط كده 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 كده. هو ده الطريقه بتاعه الايه الانبوت. طبعا موضوع الان اوردر ده مفيد جدا في موضوع انا دلوقتي فين الفانكشن تمام الفانكشن اهو. الان اوردر مفيد جدا جدا في حته ايه في حته ان انا دلوقتي ممكن اطبع دلوقتي الداتا عندك يعني ممكن احطها في ستراكشر. الستراكشر ده يكون ايه الستراكشر ده يكون اوردر دي. فكل اللي انا هعمله ان انا هقول كده الشمال الاول بعد كده بعد كده ابروسس الداتا اللي عنده بعد كده ايه اليمين واعمل نفس الوضع بس خلي بالك انا هنا في الـ في الـ في الـ في الـ في البابليك محتاج ان انا اعمل شويه تعديلات. اقول ايه اقول لو كانت الروت عشان بس اعرض الرساله لليوزر لو كانت الروت بتساوي نقط هغير دي واخليها هنا كده. لو كانت الروت بتساوي نقط هسيب اوت اقول كده للتري از امتي على اساس ايه على اساس ان انا اعرض رساله لليوزر. نفس الكلام هنا لو كانت الروت بتساوي نقط اعمل الكلام ده في إلس اقول سي اوت تي انتي ناخد الكلام ده كده كوبي ونعمله ايه ونعمله للان اوردر عملنا بري اوردر بوست اوردر بوست اوردر تاني لا نحط ان اوردر تمام. نيجي هنا ان اوردر عملناها بليز انتر تمام جدا. احنا كده يعتبر خلصنا الفانكشن الاساسية في الباينري تري يعني حابين ان احنا نجرب بقى ايه نجرب موضوع الباينري تري ده. خليني اعمل ايه خليني كده اعمل ممكن اسميه بي سي تي واقول كده بي سي تي دوت انسيرت عاوز انسيرت يعمل لي انسيرت ال 20 وبعد كده يعمل انسيرت ايه بقى لل 10 وبعد كده يعمل انسيرت لل 5 بعد كده يعمل لي انسيرت لل 30 ويعمل insert 25 ويعمل insert 35 كده. انا عملت insert جوه الباينري ال 3 محتاج ان انا بقى اعملهم اطبعهم. فانا قلت كده bct دوت مثلا هطبعهم in order بابل طريق واشوف هيظهر ايه عندي هنا شوف انت جيت بصيت لما جيت طبعتهم ان اوردر طبع لك ايه. خلي بالك انا جيت عملت انسيرت ال 20 مسك ال 20 حطها فوق جي عايز اعمل انسيرت لل 10 لان ال 10 اصغر من 20 فالمفروض حطها على شمال ال 10 او على شمال ال 20. بعد كده جيت عملت انسيرت لل 5 لان هي اصغر من ال 20 واصغر من 10 المفروض احطها على شمال ايه على شمال ال 10. بعد كده المفروض ايه اللي يحصل بعد كده المفروض نفس الكلام ال 30 هحط على يمين ال 20 و وال 25 راح احطها على شمال ال 30 وال 35 المفروض احطها على يمين ال 30. خليني كده اشوف بي اس تي مثلا بوست اوردر او بري اوردر
اللي احنا قلنا البري اوردر بيعمل البروسيس الاول للديتا اللي موجوده بتاعه النود اللي هي بتاعه الروت، بعد كده بيروح يعمل كل اللي ناحيه الشمال، بعد كده يعمل ايه، بعد كده يعمل اللي ناحيه اليمين. ادي البوست اوردر، راح عمل بروسيس لكل الديتا اللي ناحيه الشمال، بعد كده عمل بروسيس للديتا اللي ناحيه اليمين كلها، بعد كده عمل بروسيس للديتا بتاعت ايه، عمل بروسيس للديتا بتاعت ال ده كده بالنسبه للموضوع. بالنسبة لموضوع الباينري تري، عايزين نجرب على حتة سيرش تري دي برضو. أقول مثلا هنا سي أوت بي إس تي دوت سيرش تري، وأبعت له مثلا 5 أشوف هرجع له ترو ولا فولس. في مشكلة هنا، سيرش تري ايش بس قال لي 1، يعني معنى كده ان هي موجودة. تمام، قال لي ان هي موجودة. لو عملت 100 احنا كان عندنا هنا مشكلة في الانبورتر، مشكلة وقفتني كتير، حتى كتبت كود من اول جديد وقعدت ادور في المشكلة. طلع ان انا عندي في الانبورتر لما خدت كوبي من البري اوردر او البوست اوردر مش متذكر، حصل ان هي كلها عملت البري اوردر. وخلي بالك هنا نفس المشكلة في البوست اوردر، المفروض هنا انادي على البوست اوردر مش انادي على البري اوردر، لان انا خدتهم كوبي من البري اوردر. وبالتالي هنا هنادي على البوست اوردر وهنا هنادي على الان اوردر، والباقي كود شغال تمام. خلينا ندرب الكلام ده على الان اوردر على شويه الامثله دي 20 30 تحتبر. طيب لو انا خرجت مثلا في ستي دوت بوست اوردر بابليك، خليني اشوف قال لي عملها لي بقى بوست اوردر، وتقدر ان انت تتريس الموضوع ده وتشوف الدنيا ماشيه كده. نكون خلصنا الباينري تري كلها. انا عاوزك تفهم بس شويه الحاجات دي، في طبعا حاجات كتير جدا وحوارات كتير، لكن كفايه قوي شويه الحاجات دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.